وللوقوف على تداعيات طلب حكومة الإطار التنسيقي إنهاء مهام بعثات الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بحلول نهاية العام 2025 وآثار هذا القرار على مستقبل الوضع السياسي والأمني والإنساني في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك دكتور حامد الصراف. بداية، كيف سيؤثر هذا الطلب على مستقبل العراق سياسيا وأمنيا إذا ما تم تنفيذه على الأرض؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هو تأثير نسبي الآن، إذا يعني شئنا أن نقارن بين وجودهم من عدمه، لأنه وجود هذه البعثة وجود النفوذ الأمريكي، يعني هذه البعثة الحقيقة لا تتمتع باستقلالية أممية واضحة، خصوصا أنه يعني الأمريكان لما دخلوا يعني لما احتلوا العراق الحقيقة بال 2003 كان هناك يعني فرض وصاية كاملة تقريبا حتى على ممثلية الأمم المتحدة، في حينها بعد أشهر نعرف أنه سيرجيو ديميلو الممثل الأول للأمم المتحدة قد اغتيل في مقر الأمم المتحدة دون حماية كافية من قبل القوات الدولية ومن قبل الأمريكان. أيضا هناك ممثلين للأمم المتحدة، كان غسان سلام اللبناني، كان السفير الأخضر الإبراهيمي من الجزائر، كانوا يعانون من أنه بالفعل سطوة الأمريكان على القرار الأممي واضحة جدا، وهذا هو اللي الحقيقة جعل ردة فعل العراقيين من أنه وجود هؤلاء ووجود الأمريكان مقابل يكون وجود إيراني ميليشياوي. لذلك اجتمع الإرهاب الدولي مع الميليشيات الولائية بمعادلة معقدة جدا. لذلك الحقيقة إن رحلوا فسوف تكون هناك مستجدات. أكيد الشعب العراقي يستوعب المسؤولية في هذه الحالة، من أنه يجب أن لا يترك فراغ فقط للميليشيات الولائية ولسلطة المافيات الفساد ولأتباع إيران. علينا أن نستوعب أنه المعادلة يجب أن تتغير لصالح الشعب العراقي. نعم. لماذا أستاذ تسعى أحزاب العملية السياسية خاصة الموالية إلى إيران تسعى دائما إلى إفراغ العراق من أي بعثة دولية تمارس عملها ضمن إطار الرقابة على عمل مؤسسات السلطات الحكومية؟ هذا هو ديدنهم، هذا هو الرغبة، هذه الرغبة الشديدة بالانفراد بالاستفراد بالوضع العراقي كله، يعني بحجة أن هناك منافسة أو هناك مزاحمة في القرار السياسي السيادي العسكري الأمني، فهناك رقابة، يشكون من أنه هاي الرقابة هي لمصلحة الشعب العراقي، لكن هي هاي الرقابة مثل ما ذكرت هي رقابة الحقيقة رقابة أمريكية أكثر ما هي رقابة أممية. لذلك أنا يعني أقول بوضوح المسألة الآن تصبح وكأنه هناك هاي الطغمة الفاسدة المهيمنة على السلطة تصبح أشبه ب يعني دكتاتورية طائفية، أنه لا مجال يترك لأي طرف آخر حتى ولو كان يريد شيء من المنافسة ليس لمصلحة الشعب العراقي، واحنا شفناها يعني حتى بلاسخارت لم تكن حتى في ثورة تشرين أيام اللي نزلت إلى الساحة وركبت التيك توك يعني مع الشباب لم تقدم شيئا يذكر لا لضحايا الانتفاضة الخالدة في 2019 ولا لما تلاها من أحداث وتطورات، يعني هي تناغمت مع متطلبات الوضع وهيمنة هذه الطغمة على كل مجالات السلطة في العراق بشكل واضح يعني. طيب نعم. أستاذ دكتور حامد، إذا كانت رئيسة بعثة اليونامي قلقة من عمليات الإعدام الجماعية تحدثت في إحاطتها الأخيرة عن هذا الأمر، يعني ويتساءل عراقيون ومواطنون من داخل العراق لماذا في حال عفوا لو اليونامي لم تكن موجودة في العراق كيف سيكون حال حقوق الإنسان؟ يعني إذا هل هذا الأمر مؤثر وجود اليونامي أو عدم وجود اليونامي التابع للأمم المتحدة؟ هذا هو بيت القصيد في الموضوع كله. يعني أنا لست من باب
يعني نظرية المؤامرة، بس أنا أقول شيء مهم جدا، أنه يمكن لو لم تكن هناك ممثلة أمم متحدة ولم يكن هناك قوات أمريكية، يعني قواعد أمريكية تريد فرض هيمنة، لكان ممكن رقابة حقوق الإنسان وقضايا الإعدامات وقضايا السجون وغيرها يمكن من قبل الأمم المتحدة وحتى من قبل الغرب يكون أفضل لمصلحة الشعب العراقي، لأنه على الأقل ينفرد طرف واحد مجرم ينتهك حقوق الإنسان العراقي بهذا الشكل، بهذه الصورة البشعة المروعة، كان هناك رقابة أفضل. لكنه هناك توازن، هناك الحقيقة تخادم بالمصالح بين هذه الأطراف، مما جعل أحد الأطراف يسكت أو يصمت أو يغطي على جرائم الطرف الآخر خدمة لبقائه، خدمة لمصالح دولته أو مصالح خاصة بهم إذا كان عقائدية، وإذا كان مصالح اقتصادية. يعني أمريكا تريد مصالح، تريد موقع، تريد احتكاراتها تشتغل بالعراق، تسرق ثروات. الإيرانيين نفس الشيء، يريدون يستفيدون من وضعهم بالعراق، من نفوذهم. لذلك هذا التخادم الحقيقة فوت الفرصة على أنه بالفعل لا توجد هناك مبادئ لحماية حقوق الإنسان ودفع البلاء عن الشعب العراقي، إذا كان بقضايا متابعة السجون والإعدامات والتغييب القسري، وطبعا هناك مفقودين كثر الآن بالآلاف، هناك مقابر جماعية، هناك مناطق مغلقة يعني تم ترحيلها، تم تغيير ديموغرافي في العراق خلال هذه ال 21 عام منذ السقوط لغاية الآن، وتم السكوت، تم الطمطمة عليها لهذه الاعتبارات ولهذه المعادلة المعقدة في المصالح. نعم، مغادراتها ستكون أفضل من وجودها، يعني وخاصة أن هناك من يرى أنه منذ تشكيل البعثة في العراق أو تأسيسها عام 2003، كما هو معلوم هي تستهلك طاقة تشغيلية كبيرة على حساب العراق، على حساب أموال العراق وعلى حساب ثروات العراق، ولكن نتائجها أو ما تقوم بفعله على الأرض نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى الانتقادات على موضوع وضع حد فعلي لجرائم حقوق الإنسان أو انتهاكات حقوق الإنسان. إذا هل تذهب إلى ما يرى الكثير أنه مغادرة اليونامي أفضل من بقائها في العراق، أم أن بقائها ضروري؟ لا، هو بقائها طبعا مثل ما قلنا، يعني اتفقنا أنه بقائها من عدمه لا يعني شيء، لا تعني فائدة. يعني أنا أجيب لك مثال، أنا أعرف شخصية بلاس خارت، يعني وأعرف تاريخه عندما كانت وزيرة الدفاع في الحكومة الهولندية، يعني قبل أن تنسب إلى الأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة. في 2015 حدث يعني مجزرة في الحويجة، هي كانت وزيرة الدفاع، فقصفت إحدى الطائرات الهولندية اللي تابعة إلى حلف الناتو، إلى القوات الدولية، التحالف الدولي، قصفت بيت وراح ضحيته حوالي 70 شخص مدني بين أطفال ونساء. من حاسبها وهي وزيرة الدفاع؟ أقالوها من منصبها كوزيرة دفاع هولندية، ثم ذهبت كرموها، ذهبت جاءت إلى العراق لأن تمثل الأمين العام للأمم المتحدة. طب ماذا بعد؟ يعني إذا حتت هكذا مجازر وحتت يعني مثل ما يقول أحداث مروعة في العراق لم تلتفت لها لا بلاس خارت ولا الأمم المتحدة، إذا ما هي النتيجة التي ممكن أن ننتظرها إحنا من الأمم المتحدة؟ إذا ذهابهم أفضل، على الأقل الشعب العراقي يفهم أنه لا مساومة على حقوقه، يجب أن يتحمل الشعب العراقي والفصائل الحقيقة، حتى المقاومة أنا أسميها، حتى المقاومة لم يعني تخلص من تكون في مأمن من الأمم المتحدة. لذلك أقول الشخصيات الوطنية العراقية، القوى الوطنية العراقية عليها أن تتحمل المسؤولية الآن. إذا غاب أحد أطراف الجريمة في العراق، فالطرف الآخر يكون هو الهدف الآن للشعب العراقي بإزاحته، لأنه لا توجد منافسة ولا يوجد تخادم ولا يوجد تداخل في هذه المعادلة بين طرفين الحقيقة يساومون على
حياة العراقيين الآن والشعب العراقي لا ناقة له ولا جمل في هذه المنافسة. شكرا نعم. جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.